أحسن الله إليك. يقول السائل: بالنسبة للتماثيل الموجودة التي تسمى آثار في بعض الدول الإسلامية، بعض الناس يقول إن هذه التماثيل موجودة من أيام فتح الصحابة لهذه البلدان ولم يهدموها، فهل هذا يدل على مشروعيتها ما لم تعبد من دون الله؟ وإن فيها التماثيل، ما أذكر تماثيل إلا ما يقولون عن جبل أبي الهول في مصر والأهرام، هذا جبل، هذا جبل، الصحابة يزيلون جبل، هذا جبل وله بيعبد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.